بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلبة طالبات الصف السادس ابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع قناة مستر إسماعيل حلمي. هنبدأ دلوقتي يا شباب، نخلص الدرس الرابع في الوحدة السابعة، وهنحل كمان اختبارين على الوحدة السابعة. هنا بيقول لي كلمة جينت معناها عملاق. جينت اتفقنا حرف جي لما يجي بعديه اي او اي او واي نطقه جي، جينت عملاق. ادلت شخص بالغ زي بابا وماما او عم وعمته وخال وخالته. وعندي كلمة بامبو خيرزان او خشب البامبو. وعندي هنا كلمة endangered معناها معرض للخطر او الانقراض. endangered endangered، وشفت حرف الجي جي بعدها ايه اهي نطقناها جي. هايبرنيت يدخل في بيت شتوي، هايبرنيت خدناها في العلوم. وكلمة alive معناها حي او على قيد الحياة. بيقول لي خلاص نلاحظ نطق الصوت الحرف الجي ينطق مثل صوت حرف جي، اي ينطق قبله حرف دي مخفف في الكلمات التالية، زي كلمة endangered يعني معرض الخطر endangered، وكلمة جينت جينت يعني ضخم او كبير الحجم. نستخدم كلمة alive كصفة بمعنى على قيد الحياة او حي. يعني بيت الكلمات عندنا، عندي هنا كلمة باندا اللي دب الباندا عارفينه كلنا، يير يعني سنة، سام يعني بعض، يوجوالي عادة عادة، وبيكوز لأن، وأراوند يعني حوالي أو تقريبا، و أونس وعندي دي الأوقية أو الأونصة بتساوي 28 جرامز 28 جرامز. وعندي كلمة فاكت يعني حقيقة. وعندي كلمة ووش واز بورن معناها ولد. ومونث يعني شهر، تودي النهاردة أو اليوم، جرام اللي هو الجرام، دي اللي معناها يوميا أو بيومي شكل يومي، ماونتين جبل، بلاك بير الدب الأسود، باوند اللي هي بتساوي كلمة جيني، باوند رطل اللي هي 45% كيلو جرام. وعندي كلمة ويلكم تو مرحبا بكم فيه، وي معناها يزن، ووينتر فصل الشتاء، everything كل شيء، وتشاينا الصين. الملاحظات بتاعتنا على الكلمات. بيقول لي هنا تستخدم كلمة باوند بمعنى جنيه، احنا عارفينها طبعا 10 باوند 10 جنيه، وتستخدم كوحدة قياس اوزان بمعنى رطل. وقلنا الرطل هو عبارة عن تقريبا نص كيلو، يعني نص كيلو الا 5 جرام. طيب عندي بعد كده حرفي جي اتش في كلمة وي صامتان لا ينطق، سايلنت لا ينطقان. تستخدم كلمة فور بمعنى لمدة، ويأتي بعدها فترة زمنية كاملة. they eat four هما بيأكلوا لمدة 12 to 16 hours daily، بيأكلوا لمدة 12 أو 16 ساعة يوميا. يستخدم حرف الجر إن قبل الشهور وفصول السنة والأماكن الكبيرة، إن the winter أو إن winter على طول في الشتاء، أو إن the mountains في الجبال. نبدأ نشوف النص بتاعنا اللي بيتكلم عن الدب الباندا. Welcome to Cairo Zoo's Giant Panda Home، أهلا بكم في حدائق حيوانات القاهرة الموطن أو بيت دب الباندا الضخمة. Bob and Lily are our giant pandas. Bob وليلي هم أسامي الباندا الضخمة بتاعتنا. Bob is 15 years old، Bob عنده 15 سنة. Lily is 20 years old، وليلي عندها 20 سنة. Here are some facts about giant pandas، إليكم بعض الحقائق عن الباندا الضخمة. When giant pandas are born، عندما يولد الباندا، they weigh، هم يزنون 80 to 140 grams من 80 ل 140 جرام. Adults الكبار منهم بقى البالغين usually weigh 80 to 125 كيلوز، يعني البالغين الكبار منهم بيزنوا من 80 الى 125 كيلو. جينت بانداز ايت بامبو، الباندا الضخمه بتاكل الخيرزان او الخرزان البامبو. ذي دونت هايبرنيت ان ذا وينتر، هما مش بيعملوا بيت شتوي في الشتاء، بيكوز ذي هاف تو ايت 8 تو 16 كيلوز اوف بامبو افري دي، لان هم مضطرين او لازم ياكلوا من 8 الى 16 كيلو من نبات البامبو افري دي كل يوم الخيرزان. they eat for 12 or 16 hours daily، بياكلوا لمده 12 الى 16 ساعه في اليوم.
ماشي. جينت بانداز ووك اند ران اون اول فور ليجز، يعني حيوان الباندا بيمشي ويجري على الاربع ارجل اللي عنده. They can climb trees and swim، هم يقدروا ان هم يتسلقوا الاشجار ويسبحوا. جينت بانداز ليف ان ذا ماونتينز، يعني الباندا الضخمه دي بتعيش في الجبال وفي تشاينا، ده موطنها الرئيسي، بتعيش في جبال الصين. They are endangered، هي معرضه للانقراض او معرضه للخطر. Around 700 to 1000 pandas are alive today، حوالي من 700 الى 1000 باندا عايشه الى الان. اكسرسايز على اللي احنا قريناه، رقم واحد، pandas live in the high of China، باندا بتعيش فين؟ في الماونتينز العاليه في الصين. جينت باندز ووك اند ران اون اول فور، الباندا الضخمه بتمشي وتجري على الاربع، اربع ايه؟ فور ليجز، اربع ارجل. جينت باندز ايت، الباندا الضخمه بتاكل ايه؟ بتاكل طبعا البامبو، نبات الخيرزان. باندز ار اراوند 700 تو 1000، ذا باندز ار الايف، يبقى باندز ار endangered، يعني حيوان الباندا معرض للخطر، حوالي من 700 ل 1000 باندا عايشه today، هذه الايام او الى يومنا هذا. نمبر 5، pandas are animals، الباندا دي حيوان الباندا ده حيوان ايه؟ حيوان صغير ولا ضخم ولا نوتي ولا لايت؟ نوتي يعني شقي، لايت يعني خفيف، طبعا جينت يعني ضخم. نمبر 6، pandas don't in the winter، الباندا ما بتعملش ايه في الشتاء؟ They eat for 12 to 16 hours daily، هما بياكلوا لمدة من 12 ل 16 ساعة في اليوم، طبعا ما بيعملوش هايبرنيت، ما بيعملوش بيات شتوي. طيب رقم 7، how much do adult pandas، طبعا هنا بيقول لي كم الباندا الكبير او البالغ ويزن، كم وزن الباندا الكبير. Number 9، how many giant pandas are، كم عدد الباندا الضخمة today اللي على قيد الحياة دلوقتي، are alive اللي على قيد الحياة إلى يومنا هذا. Exercise على general على الدرس الأخير، reading and your time، ده ديالوج طبعا، الكلمة الناقصة هنكتبها. teacher بيكلم student بيقول له I'm going to tell you about a famous animal، أنا سوف أخبرك عن حيوان مشهور. الطالب قال له what is the name of that animal، what is the name، ما هو اسم هذا الحيوان؟ قال له the American black، the American black bear، الدب الأسود الأمريكي، black bear. وراح قال له what does it eat، what does، ماذا هو يأكل، what does it eat، قال له it eats، هو بيأكل فروت، فواكه. قال له please sir، من فضلك يا سيدي، tell me more، tell me some more facts، أعطيني بعض الحقائق أكثر facts. طيب البنك تويل السيركز ودون أوت، please tell me some more facts، اعطيني بعض الحقائق اكثر من انت تتالي. السؤال الاول هنا او الثاني هنا بيقول لي فول وباندا وسمر وسبرينج، فول الربيع، فول الخريف، باندا حيوان الباندا، وسمر الصيف، سبرينج الربيع، محتاجين نكتب الشتاء اللي هو الوينتر، فصول السنه، هنطلع كلمه باندا. نمبر 2، كيلو وجرام وفاكت و أونس، طبعا هنطلع كلمة فاكت، دي وحدات أوزان، هنضع طبعا كلمة باوند اللي هي اللي هي الرطل، يعني هنا أونس اللي هي الأونص أو الأوقية، وباوند اللي هي الرطلة. تايجر ولاين وبير وهايبرنيت، طبعا هنا الأسد والنمر، النمر والأسد والدب، وهنا الهايبرنيت عندنا اللي هي البيت الشتوي، طبعا دي هتطلع معانا. عايزين حيوان بري ممكن نكتب زبرا، الحمار وحش، اي حيوان بري تكتبه. ويندو شباك، ودور يعني باب، وديسك يعني مكتب،
و year يعني سنة، هنطلع كلمة year. دول موجودين في الفصل، ممكن نكتب board السبورة، window door desk الديسك اللي نجلس عليه، والدور باب الفصل، والويندو الشباك. ممكن نكتب كلمة board السبورة. عندي run يجري ليف يعيش adult بالغ ويزن، هنطلع طبعا كلمة adult عايزين فعل، متفقين على كلمة go يعني يزن. القطعة بتاعتنا بتقول لي هنا رقم واحد، نقرا القطعة مع بعض. بوب اند ليلي ار اور جينت باندز. بوب وليلي دولت اسامي الباندا اللي عندنا الضخمة. وين جينت باندز ار بورن، عندما الباندا ولدت. ذي واي 80 to 140 جرامز، يعني وزنه من 80 ل 140 جرام. ادلت يوجوالي واي تو 8 to 125 كيلو جرام، يعني البالغين بيكون وزنهم من 80 الى 125 كيلو. جينت باندز ايت بامبو، يعني الباندا الضخمه تاكل نبات الخيزران. ذي ووك اند ران اون اول فور ليجز، بيمشوا ويجروا على اربع ارجل. ذي كان كلايم تريز اند سويم، يمكنهم ان يتسلقوا الاشجار ويسبحوا. جينت باندز ليف ان ذا ماونتينز، الباندا الضخمه بتعيش في الجبال الصين. Around 700 to 1000 pandas are alive today، حوالي من 700 ل 1000 باندا على قيد الحياة هذه الأيام. Giant pandas live in the، بتعيش في mountains of China، بتعيش في جبال الصين. Giant pandas eat، الباندا الضخمة دي بتاكل ايه؟ بتاكل نبات البامبو اللي هو الخيرزان. السؤال الثالث، how do pandas walk and run، كيف الباندا بتمشي وتجري؟ هنقول they walk and run on all four legs. they walk and run on all four legs، هم بيمشوا ويجروا على كل الاربع رجول. four legs. What are Bob and Lily؟ ايه هو بوب وليلي دولت؟ هقول they are our giant pandas، هي الباندا الضخمة بتاعتنا او حيوانات الباندا بتاعتنا. الباراجراف محلول عندك في نهاية الكتاب المعاصر. تعال نشوف كده الترتيب بتاعنا بيتكلم عن ايه. هنا الري ارينج بيقول لي هنا هاو ار او هاو ميني بيرز ار الايف، هاو ميني بلاك بيرز ار الايف توداي، يبقى اول حاجه هاو، تاني حاجه ميني، كم عدد هاو ميني بلاك بيرز، كم عدد الدببه السوداء ار الايف توداي، يعني اللي عايشة دلوقتي. how many black bears، كم عدد الدبة السوداء، الدببة السوداء are alive today، كم عدد الدبة السوداء اللي على قيد الحياة هذه الأيام. هنا بيقول لي pandas، حيوان الباندا، دب الباندا الضخم. Pandas don't hibernate in the winter. Pandas don't. لا يدخل في بيت شتوي. In the winter في الشتاء. البنكتويشن هنا بيقول لي are black bears heavy؟ طبعا الايه بتاعت ار، اشوف اقول الكلام وفي الاخر في question mark، ده سؤال، هل الدببة السوداء ثقيلة؟ اسماء went to the zoo to the Giza zoo last week، طبعا الايه بتاعت اسماء، وعندنا جيزة ده اسم محافظة الجيزة، الخطأين بتوعنا اهم، وفي نقطة في الاخر مش هنحط حاجة. كده خلصنا التدريب دون. نبدأ نحل تيست 3 على الوحدة السابعة، الاختبار التالت على الوحدة السابعة، الليسننج بتاعنا. هنسمع ونحط دايرة حوالين اللي بنسمعه. وات از هنا، وات از يور فيفوريت انيمال، ايه هو حيوانك المفضل؟ طبعا الإجابة ذا جيراف، هنا نحط طبعا على السؤال الدايرة اللي احنا سمعناه. تمام، السؤال التاني،
Did she feed the birds? هل هي تطعم الطيور؟ خلي بالك. Did she feed? خلي بالك من الخداع البصري. Did she feed the birds? هل هي تطعم الطيور؟ الإجابة yes she did. Number four بيقول لي هنا what was he doing, ماذا هو يفعل؟ مش عندي الإجابة. هو يقول لي الإجابة هو he was cooking lunch. هو بيطبخ الغداء. طيب هاني حسن هنا بيقول لي السؤال what is your name and address, ما هو اسمك وعنوانك؟ الإجابة هاني حسن 22 السلام ستريت. هاني حسن او عزة حسن 22 سرع السلام, يبقى دي الإجابة. عزة حسن 22 السلام ستريت هي دي الإجابة. الديالوج معانا listening برضو. رامي بيكلم منى بيقول لها where did you go yesterday, رحت فين امبارح؟ قالت له I went to the zoo, رحت حديقة الحيوان. how did you go there, how did مش مكتوبة, كيف ذهبت هناك؟ قالت له on foot, مشيا على الأقدام. What did you see there, ماذا رأيت هناك؟ قالت له I saw a lot of animals, شفت حيوانات كتيرة. السؤال اللي بعده not many pandas are today, ليس الكثير من الحيوانات الباندا alive, على قيد الحياة هذه الأيام. when did she there, أي فعل يجي بعد do أو does أو did يرجع لمصدره, متى هي ذهبت هناك. she was, هي كانت tired, تعبانة. She was taking a, وهي كانت بتاخد, طبعا هي كانت تعبانة يبقى بتاخد ناب يعني غفوة استريح. What was he doing, ماذا هو كان يفعل؟ The tiger ran by, تبقى هنا when, عندما الأسد أو النمر جري بجواره. My sister to Luxor last month, طبعا هنا بتكلم في الماضي البسيط, last month ده مفتاح, يبقى my sister went, أختي ذهبت. some wild animals, بعض الحيوانات البرية escaped from the, هربوا من طبعا حديقة الحيوانات the zoo. the helps people who have emergencies, يعني مين اللي بيساعدوا الناس اللي عندهم حالات طوارئ؟ طبعا بيتكلم على التيتشر ولا الأوفيسر ولا الفارمر ولا البيكر, بيتكلم على الأوفيسر الضابط اللي بيساعد الناس اللي عندهم حالات طوارئ. هاني was هاني كان the car when the lion ran by. هاني كان طبعا بعد was, وير بيجي فعل مضاف له ing, ده ماضي مستمر. هاني كان بيغسل العربية عندما كان الأسد يمر بجواره أو يجري بجواره. السيركز ودون اوت, ضع دائرة حوالين الكلمة المختلفة. دير غزالة, هورس حصان, تيبل ترابيزة, ليون أسد, هنطلع طبعا كلمة تيبل وحط لي اي حيوان بري B-A-B-E-A-R اللي هو البير دب. باندا وشورتر اقصر, بيجر اكبر, وسمولر اصغر حجما, هنطلع طبعا كلمة باندا ونحط مثلا كلمة تولر. اي صفة انت حافظ حروفها بس يكون اخرها ER عشان بنقارن. ساندي الحد, ومي يوم شهر مايو, تيوزدي الثلاثاء, وينزدي الأربعاء, هنطلع طبعا كلمة مي وهنحط Monday الاثنين, أي يوم انت حافظ حروفه عشان دي أيام الأسبوع. year سنة, دي يوم, computer وweek أسبوع, هنطلع طبعا كلمة computer. عندنا هنا سنة ويوم وأسبوع, نحط كلمة month اللي هو الشهر. woman امرأة, man رجل, و بيج كبير, جيرل يعني بنت, هنطلع طبعا كلمة بيج, دول بني ادمين, هنحط كلمة بوي ولد, اي حاجة تدل على الشخص يعني. نبدأ نشوف السؤال الخامس. هنا بيقول لي احمد is at home, احمد في البيت. he is taking care of his little sister, هو بيعتني باخته الصغيرة. his parents are at the cinema, والديه في السينما. he sees something in the garden of the house, هو شايف حاجة في حديقة المنزل. he thinks it is a wild animal, هو بيعتقد انه حيوان بري. he is afraid, هو خايف. he calls the emergency, اتصل بالطوارئ. soon
بسرعة. An officer comes, ضابط أتى, and find the animal in the garden, وجد الحيوان اللي في الحديقة. It's أحمد sister dog, هو كلب أخت أحمد. أحمد thanks the officer for his help, أحمد بيشكر الضابط على مساعدته. يبقى أحمد is at, أحمد موجود فين؟ قال لك at home, قاعد في البيت. السؤال الثاني, the animal is a, الانيمال طلع ايه؟ طلع دوج, يعني كلب بتاع اخته. احمد سيسترز دوج, احمد سيسترز دوج يعني كلب اخت احمد. السؤال الثالث, where are احمد's parents, اين والدي احمد, راحوا فين؟ طبعا هو قال لي ان هم راحوا السينما. They are at the cinema, they are at the cinema. Who is Ahmed taking care of? Ahmed كان بيعتني بمين؟ هنقول he is taking of his little sister, أخته الصغيرة. His little sister, أخته الصغيرة. الباراجراف محلو عندك نهاية الكتاب المعاصر, بيتكلم على بلاك بيرز, الدببة السوداء. عندك بعد كده الترتيب, there is my, there is something in my garden, there is something, يعني في حاجة, something in my garden, في حاجة في الحديقة بتاعتي. What is the emergency, ما هي حالة الطوارئ؟ What is the emergency. The punctuation, نبيل, there is something in my garden, الان بتاعت نبيل كابيتال, نبيل, there is فين apostrophe, something in my garden, في حاجة في حديق, في حديقتي. وهنا واحد اتنين تلاتة, تلات اخطاء. Did عمر go to Alexandria by himself, الدي بتاع did, هل عمر ذهب الى اسكندرية بنفسه, وفي الاخر, في الاخر with some mark. يبقى ادي واحد ادي اتنين. بعد كده تيست فور اون يونت 7, الاختبار الرابع على الوحده السابعه, بيقول لي هنا what were you doing, what were you doing when the panda walked by, what were you doing when the panda walked by, هي دي الاجابه. الاجابه I was reading, انا كنت بقرا. طب هنا بيقول لي did they go to the cinema, الإجابة no they went to the zoo, no they went to the zoo, هي الإجابة بتاعتنا. طب رقم 3, how many giant pandas are alive today, how many giant pandas are alive today, كم عدد الحيوانات الضخمة, الباندا الضخمة اللي عايشة الآن؟ الإجابة around 700 to 1000 pandas are alive today, حوالي من 700 ل 1000 باندا. طبعا الإجابة مش هتهمكش في حاجة, انت اهم حاجة عندك السؤال. حوالي من 700 ل 1000 باندا عايشة هذه الأيام. نمبر 4, my favorite food is cheese, what is the panda, the panda's favorite food, ما هو طعام الباندا المفضل؟ الإجابة the panda's favorite food is bamboo, the panda's favorite food is bamboo, هو نبات الخيرزان. السؤال الثاني, السؤال الثاني هنا هنتكلم على الدايلوج listening, برضو الكلمة الناقصة هنكتبها. أوفيسر بيكلم عادل بيقول له 122, what is the emergency, ما هي حالة الطوارئ عندك؟ قال له help, help, ساعدوني, there is something in my garden, في حاجة في الحديقة بتاعتي. راح قال له what is it, يبقى عايزين نكتب هنا what, ما هو؟ قال له I think it is a wild animal, اعتقد ان هو حيوان بري. قال له what is your name and address, كلمة name هنكتبها, ما هو اسمك وعنوانك؟
قال له احمد عادل احمد 49 السلام ستريت، عادل احمد 49 شارع السلام. اللي تشوز هنا عندي بيقول لي رقم واحد دو ادلت باندد وي، يبقى هنا هاو ماتش ادلت باندز وي، كم يزن الباندا الكبير البالغ. هي واز اوت ذا رابش هي بعد واز او وير بيجا ان جي كلهم ان جي. هي واز تيكينج اوت ذا رابش، هو بيخرج القمامه. My mother always takes care of us. أمي دايما تعتني بنا. Take care of يعني يعتني بي. Giant pandas الباندا الضخمة can climb trees and يمكنها أن تتسلق الأشجار. و طبعا هنا can وهنا and، يبقى بعدها في طبعا can جي بعديه فعل في المصدر، يبقى and يجي بعدها برضه فعل في المصدر. Can climb and swim تستطيع أن تتسلق وتسبح. Number 5 giant pandas don't in the winter. الضخم الباندا الضخمه لا تدخل في بيات شتوي في الشتاء. Sara was the laundry when I came. Sara بعد was او where بيجي فعل مضاف ing، دي قاعده وين اهي. Sara كانت بتعمل الغسيل عندما انا اتيت. Giant pandas live in the الباندا الضخمه بتعيش في Mountains of China في جبال الصين. Number 8 I was groceries. ادي كلمة وين اهي بعد was where بيجي فعل مضاف ان جي. groceries البقالة، طب كله ما ان جي بندور على معنى. I was groceries when the parrot flew by عندما البغبغان كان بيطير بجواري، يبقى I was buying the groceries كنت بشتري البقالة عندما كان الغراب يطير البغبغان يطير بجواري. طيب عندي بعد كده السؤال الرابع جو يذهب ران يجري. طبعا سيركل ساود وورد ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. حفظنا طبعا السؤال ده جو يذهب ران يجري انيمال حيوان توك يتحدث. هنطلع طبعا كلمة انيمال دول افعال، ناخد الفعل ايت ياكل. سينما وبانك ووك وسكول اماكن. سينما وبنك يعني بنك، ووك يعني يمشي دي تطلع معانا، وسكول مدرسة. هنحط كلمة بارك مثلا او زو اي حاجة انت حافظ حروفها. فاصل سريع وشورت قصير وبارد بغبغان وثن رفيع، طبعا دي كلها صفات. هنحط كلمة هوت حار او ساخن صفة. رابش قمامة. باندا حيوان الباندا. دير الغزالة. ولايون الاسد. ليم الاسد. هنطلع كلمة رابش ونحط بير الدب. عندي توك اخذ، واتش تشاهد، بوك يعني كتاب، وفيد اطعمه، دي كلها افعال. هنطلع كلمه بوك ونحط له كلمه وينت ذهب اي فعل انت حافظ حروفه. ادخل على القطعه نمبر القطعه. جيرافز يوجوالي ليف ان افريكا. الزرافات عاده بتعيش في افريقيا. ادلت جيرافز ار اباوت 6 مترز تول. الزرافات البالغه تصل الى 6 متر طول. They have very long necks. عندها رقاب طويلة. And they are able to eat high up from the trees. وهي ممكن تاكل من الأشجار العالية جدا. Because they are so tall. عشان هي طويلة جدا. They can see over the trees around them. هي ممكن تشوف من ترى من فوق الأشجار حولها. They have to look out for lions. هي لازم تراقب او تخلي بالها من الاسود. because they are very dangerous عشان هي خطيره جدا. lions like to eat baby giraffes. الاسود بتحب تاكل الزرافات الصغيره. when a lion come near لما يقترب الاسد. a mother giraffe protects her baby giraffe. الام الزرافه بتحمي زرافتها الصغيره. السؤال الأول lions like to eat giraffes بيحبوا ياكلوا baby giraffes الزرافات الصغيرة. و giraffes usually have very a necks بيكون عندها رقاب a long necks رقاب طويلة رقبة طويلة يعني. when do giraffes live where do giraffes live أين تعيش
الزرافات هنقول they live، هم بيعيشوا in Africa، في أفريقيا. What does mother giraffe do when a lion comes near؟ ماذا الأم الزرافة تفعل عندما يأتي أسد بالجوار أو يقترب منها؟ هنقول it اللي هي المزر protects، بتحمي، آخر سطر عندك في القطعة protects، بتحمي her baby، بتحمي baby giraffe. يعني زرافتها الصغيرة يعني. عندك بعد كده الإيميل محلول عندك في نهاية الكتاب، كتاب المعاصر، شرحناه قبل كده كتير. فهنخش على الترتيب. معانا هنا رقم 7 الريارينج، بيقول لي هنا دو، هل بلاك بيرز، هل الدببة السوداء هايبرنيت، تدخل في بيت شتوي in the winter، in the winter في الشتاء، في الآية تكون سمع. جنت بانداز ايد بامبو، جنت بانداز الباندا الضخمة، بانداز بانداز بي ايت بتأكل البامبو، بامبو. اخر سؤال عندنا هنا البنكتويشن، اتس حمزه كار، هنا عندنا الابوستروفي هنا وعندنا الاتش بتاعت حمزه وفي نقطه في الاخر مش هنعمل لها حاجه، يبقى هنا في ابوستروفي وهنا في الاتش بتاعت حمزه. وات دو بلاك بيرز لايك، الدبليو بتاعت وات وفي الاخر في كويستشن مارك، يعني الدببه السوداء بيحبوا ايه. خلصنا الدرس الرابع في الوحده السابعه وحلينا اختبارين على الدرس على الوحده السابعه كامله. إذا كعزار لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم مستر إسماعيل حلمي، أتمنى لكم التوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.